مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. أعلنت ثلاث إبراشيات تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إجراءات مشددة جديدة، وده للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وده بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس مؤخرا مع إعلان مصر دخولها للموجة الرابعة. ومن ضمن هذه الإبراشيات معانا إبراشية حلوان والمعصرة. احنا معانا عبر الهاتف لتفاصيل أكتر معانا القمص ميخائيل جرجس، وكيل مطرانية حلوان والمعصرة. صباح الخير وتسابونا. صباح الخير والبركة. أهلا وسهلا بيكم. أهلا بقدسك معانا يا بونا. أهلا وسهلا. خلينا نعرف من قدسك في البداية يعني الإجراءات اللي اتخذتها المطرانية بخصوص تداعيات الموجة الجديدة من فيروس كورونا. احنا بصراحة بنتابع بكل دقة على مستوى كنائس الإبراشية تعليمات من سيدنا الحبيب نيرة الأمبرسنتي، والتعليمات طبعا التي تصلنا باستمرار من قداسة البابا الحبيب ربنا يديم حياته، ان احنا نكون مدققين جدا في كل الكنائس حفاظا على الشعب وحفاظا على كل يعني مواطن اذا كان داخل او خارج. احنا طبعا بنعمل الاجراءات الاحترازيه الواجبه زي مثلا مكنات التعقيم وفريق الكشافه برش الكحول على الايادي، ولابد من ارتداء الكمامه، وفي لجنه للنظام بيكون فيها اطباء دايما يعني يمروا بين الصفوف، محدش يقلع الكمامه او يلبسها بوضع خطا. فبنعمل علينا بقدر الامكان وبقدر المستطاع، زائد طبعا التنبيهات المستمره في كل الكنائس علشان ربنا يحفظ الشعب والرعية ان شاء الله وتمر الازمه السلام يا رب يا قدسابونا. طيب يعني الاجراءات كمان يا قدسابونا اللي بيتم اتخاذها بالنسبه لمدارس الاحد والاجتماعات اللي بتكون في الكنيسه، احنا قللنا الاعداد يعني وعاملين الاماكن المسموح بها بالجلوس على المقاعد ان العدد بيكون قليل قوي يعني لا يزيد عن 50%، وقد نضطر ان احنا كمان نقلله ل 25%، ولا قدر الله ظهرت اي حالات طبعا بيتم يعني الغلق لغايه ما تنتهي الازمه وتعدي السلام. فاحنا بنقلل الاعداد بصفه زي الاول خالص، وبنقسم التربية الكنسية على مدار الأسبوع. طب نتأكد إزاي من سلامة يعني الشعب المسموح له بحضور الصلوات الكنيسة أتسابون؟ قياس درجة الحرارة طبعا وهم داخلين وكده، وبننبه بقى، ودي عملية ضمير يعني أي واحد يشعر بأعراض أو تعبان أو أي حاجة بنقول له خليك في البيت رحمة بنفسك ورحمة بالآخرين. طيب خليني كمان اعرف من قدسك يا ابونا اجراءات صلوات المعموديه في الفتره اللي جايه، لو حد حابب يعمد ابنه او بنته هل ده مسموح ولا هيتم ايقاف صلوات المعموديه؟ شوفي طبعا لو في حاله تستدعي ارجنت او يعني ان لازم يتعمد، طفل مولود مريض ولا حاجه مش يعني حفاظا على حياته الروحيه وكده، طبعا بنعمده في وسط اجراءات مشدده ان ممكن الاب والام يبقوا موجودين وبنعمده طبعا وكده. انما المعموديه العامه ممكن بنسمح بها دلوقتي الاب والام ومعهم سنتين فقط وبين جميع الشروط الاحترازيه الكامله يعني. تمام. هل هيتم تعقيم الكنائس خلال الفتره اللي جايه قدسابونا؟ احنا بنعقم الكنائس بعد كل قداس. بيتم بالفعل. بين على كل الكنائس بعد كل قداس طبعا تهويه جيده وتعقيم وكده، يعني قايمين بالواجب في حدود دائرة المعقول يعني. طيب أنا عايزة أسمع من قدسك يعني نصائح لكل اللي بيسمعنا وبيشوفنا، إزاي نقدر يعني نتحدى هذا الفيروس ونقدر يعني نمنع تفاقم الموجة الرابعة إن شاء الله؟ هو إن شاء الله هتعدي بإذن ربنا، لأن ربنا قادر على كل شيء. وأنا بحب الآية اللي جت في أيوب 42، علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. صحيح. أنا بس عايز طبعا الضمير الحي نضعه أمامنا في كل وقت. أي واحد شاعر إن هو تعبان أو عنده أعراض برد أو جسمه مكسر، وطبعا الميديا مش مخلية طبعا يعني مغطية هذا الكلام، وكل الناس عندها معرفة ووعي كامل، يعني يستحسن هو يقعد في البيت ويصلي في البيت وربنا بيسامح، ده ربنا ضابط الكل وقلبه واسع وكبير. أكيد أكيد. ولما يتحسن ويتعافى يبقى يجي تمسكه اهلا وسهلا بيه. دي يعني دي نمبر 1. 2 طبعا ان كل واحد
يهتم بالاشتراطات الاحترازية اهتماما كاملا ويحط تحت الموضوع ده 100 خط أحمر. يعني الكمامة ده شيء أساسي لابد أن كل واحد يرتديها. الكحول يبقى كل واحد معاه الكحول الشخص بتاعه. كل واحد يكون أمين في الاستجابة للتعليمات التي تطلب في الكنائس. عدم التجمع والزحام والحفلات والكلام ده. طبعا احنا دلوقتي في فترة يجي فيها التباعد الاجتماعي بما تسمح به الظروف يعني قدر امكاننا. يعني احنا عندنا الثقافة الكافية وتسابونا ولكن بنتكاسل شوي ان احنا ننفذ. انا أؤيدك في هذا الرأي طبعا. هو ده اللي يعني طبعا ده يساهم في زيادة الاعداد لقدر الله. ربنا يستر ونعدي على خير. احنا عايزين لا نتكاسل فيما بعد. صحيح. ونعيش حياة اليقظة وحياة الأمانة ونعمل اللي علينا وربنا طبعا يعني هيحفظنا يا رب وهيقوينا والمحنة دي هتعبر والدولة قايمة بواجبها الأكمل. صحيح. في كل مكان. صحيح. ووفرت التطعيم في كل وضع في كل مكان. وحتى احنا جبنا كمان يعني خطيبنا وزارة الصحة وبعتولنا أكثر من مرة بصراحة اللقاح لغاية الكنيسة. أنا بشكرهم. نعم. طبعا شكرا خاصا وكتبت لهم جواب شكر يعني باسم نيابة الأنباء بسنتي وشكرتهم. وإحنا على علاقة مستمرة معاهم كل يعني كل ما نكون بعض الأسماء بنبعت لهم بيجوا بلا منع وبلا عائق الإطلاق. أنا بشكر قدسك جدا. بشكرك القمص ميخائيل جرجس وكيل مطرانية حلوان والمعصرة. بشكرك شكرا جزيلا للمداخلة.